تلعب أمامية من جانب راموس يحاول التقدم أمامنا وإلى خارج أرضية الملعب. تمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة التقدم هنا أمامنا والتمريرة والفرصة أنتوني للأمام إلى راموس بمحاولة وعرضية هي أنتوني والعرضية. المباراة في هذه الأدوار نقلة أمامية وكرة من جانب تاديتش إشارة إلى وجود خطأ. صوت يعلو ويتمدد هنا أمامنا والمحاولة داخل منطقة الجزاء العرضية. انطلاق أمامية والمرور يا سلام عن طريق أبرتن والمطالبة ببطاقة صفراء. المطالبة ببطاقة صفراء يا سلام كنت حاضرة من جانب رفس يا سلام رفس سيلفا والعرضية ضاعت هنا لرأسية ولكن يأبى دفاع أياكس أمستردام. مرور يأتي أمامنا وفيرتونخن بكرة عرضية. للكرة العرضية الله 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 سبستيان هيلر سبستيان هيلر يدون الهدف الثاني. الرجل الذي ما لبث أن سجل هدف إسرائيل. غريمالدو التقدم هنا أمامنا والمحاولة للمرور لكن الاستخلاص الهولندي يأتي بصورة جميلة. كرة عائدة إلى أنتوني جانب رافا سيلفا تابعوه انطلاقة أمامية والعرضية ما زالت حاضرة أمامنا وبعد عن تسديد ما مشت معك ما ومحاولة هنا للانطلاقة والتقدم من جانب فريق بنفيكا ولكن التغطية الدفاعية تيمبر بصورة جميلة في الاستخلاص والإشارة إلى وجود خطأ للمرور والانطلاقة الفرصة حاضرة داخل منطقة حاول أنتوني يبحث عن التقدم داخل منطقة الجزاء يا ضاعت 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 من لاعب لا يضيع لا يضيع لا يضيع وتلقى 29 هدف انطلاقا للأمام ومحاولة تمر إلى خارج أرضية الملعب لكن كما ذكرت ستبقى الذكرى الجميلة عن المرور والانطلاقة والعرضية محاولة لكرة رأس أمام نقلة أمامية ومحاولة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت كرة رافا سيلفا وفي هذه اللحظات أيها الأحباب أيها الكرام مشاهدينا عبر قنوات بي إن سبورتس تأتي صافرة ختام شوطي سريعة لا تشعر بها نقلة أمامية ومحاولة هنا للمرور كرة هيلر وراية التسلل على هيلر تعود الكرة حول منطقة الجزاء هنا التقدم أمامنا والتسديدة لكن تمريرة حول منطقة الجزاء واحد اثنين والثالثة ماشية وين بعيدة 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 الثالثة يا جون كانو راموس بعيدة عن ترك كرة عرضية ومحاولة داخل منطقة الجزاء وحكم المباراة حكم المباراة أمامية والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب يأتي الرد هنا أمامنا لقطة ومحاولة كانت اسمع يا من تسمع هنا محاولة مجر أمامنا والتسديدة الله للأمام والعرضية ولكن تيمبر
الكرة العرضية، والمحاولة هنا للكرة إلى ومحاولة للبحث عن تسديد.